اهلا بحضراتكم من جديد، والنهارده بالتاكيد زي ما قلت في بدايه الحلقه عندنا كواليس وتفاصيل وموضوعات كتير جدا متعلقه باخبار النادي الاهلي، سواء في الصحف والسوشيال ميديا او حتى كمان في متابعه حيه لمباراه مازيمبي في اياب الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. ولكن النهارده كان في حدث مهم جدا، وهو توقيع عقد رعايه جديد. يمكن على مدار الفتره الاخيره والشهور الماضيه شفنا عده مؤتمرات صحفية بيتم من خلالها الإعلان عن عقود رعاية وحفل رعاية لمعلنين ورعاة مع النادي الأهلي. بالتأكيد التعاون المثمر والإيجابي ما بين النادي الأهلي والشركة المتحدة في مسألة العقود الإعلانية وحقوق الرعاية شهدت طفرة كبيرة جدا في هذه السنة، ولدرجة إن العقود حتى كمان بقى فيها أمور إيجابية كثيرة جدا. يمكن قدامكم على الشاشة هو ده جانب من المؤتمر الصحفي وحفل الإعلان عن راعي جديد، وهي شركة بروموتون أتاير إيجيبت للإطارات. يمكن أصبحت هذه الشركة راعي رسمي للنادي الأهلي عشان تنضم لقائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة. يمكن هذه الشراكة هتوفر مزايا عديدة لكلا الطرفين عبر رؤية مشتركة وعن طريق قنوات مختلفة، فضلا عن تعزيز الدور المجتمعي. تقدر بتبني مبادرات عديدة لتعزيز الانتماء بما يساهم في إرساء إرث دائم لنادي القرن. في تفاصيل أنا مش عايز أتطرق ليها دلوقتي، لأن السوشيال ميديا أنا عارف في بعض الناس اللي بتصطاد بعض الكلمات وبتبني عليها معلومات وأخبار غير صحيحة، ومحدش هيزايد على النادي الأهلي. يعني الناس اللي بتحاول تطفي فرحة جمهور الأهلي وإدارة الأهلي بمثل هذه النجاحات الإيجابية اللي احنا شايفينها على الشاشة، هاتلي مؤسسة رياضية سواء في مصر أو الوطن العربي عندها هذا الكم الكبير وهذا الطلب، لأن أكيد السوق دايما عرض وطلب. الشركات اللي بتبقى حريصة على التواجد مع النادي الأهلي موجودة مع النادي الأهلي ليه؟ عشان النادي الأهلي قيمته التسويقية والتجارية وحق العلامة التجارية أصبح لها قيمة كبيرة جدا، مش في مصر ولا في الوطن العربي ولا في الشرق الأوسط، ده في القارة الإفريقية كمان. ففي ناس بتستغل بعض الكلمات وبتحاول تحورها وتاخدها في سكة تانية خالص، ولكن لما الناس تاخدها في سكة الوطنية وتزايد على النادي الأهلي في أمور لا تصح، والنادي الأهلي في وطنيته مع قضايا عربية كثيرة كان ليه دور مجتمعي ووطني مهم جدا، والنادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي عنده مؤسسة مجتمعية كان ليها دور بارز كبير جدا مع القضية الفلسطينية، والقوافل اللي اتحركت من القاهرة لغاية الحدود المصرية الفلسطينية ما كانش كلام وحبر على ورق، كان متشاف صوت وصورة. والنادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي قام بهذا الدور المجتمعي، ودور النادي الأهلي في المجتمع المصري وفي المجتمع العربي كبير جدا. هذه العقود التجارية عقود تم توقيعها منذ فترة، ممكن ترجع لقبل فترة أكتوبر وقبل فترة أغسطس الماضي، ولكن النادي الأهلي في إطار هذا التعاقد وفي إطار هذه الرعاية بيتعامل طبقا لهذا التعاقد بما يخدم مصالح النادي الأهلي ومصالح الكرة المصرية ومصالح الشركات ومصالح أيضا كمان الرياضة العربية أو الأمة العربية. ولكن البعض اللي مش قادر يحقق كم هذه النجاحات بيستغل بعض المصطلحات اللي الغرض منه أنه يسيء فهمها ويصدر صورة سلبية، والنهاردة تصحى تلاقي سكريبت موحد بيتوزع على كل البيجات، وبعض الناس اللي كتبت الكلام ده أو مش بعض معظمهم، ادخل على البروفايل هتلاقيهم بينتموا لأندية تانية فدايما يصدر لك صورة سلبية عشان يهز علاقتك بالنادي الأهلي أو يهز ثقتك في إدارة النادي الأهلي أو يهز ثقتك في المكان اللي أنت بتحبه. سيبك من الأشخاص، هو بيهز ثقتك في المكان اللي أنت بتحبه، يهز ثقتك في فريق الكورة، يهز ثقتك في الأداء اللي أنت ناجح فيه ومستمر فيه في الفترة الأخيرة. الصور الإيجابية اللي أنتوا شايفينها دي في ناس ما بتعرفش تعملها، في ناس بتحاول تقعد سنين تفكر بس تقرب أو تعمل صورة زي دي ما تقدرش، فتشتغل على الجانب السلبي تهدك بقى توصل لك صورة سلبية. بصوا يا جماعة، في ناس ما بتعرفش تنتصر عليك جوه الملعب فبتحاول تاخدك في انتصارات تانية أو بتاخدك في ملعب غير ملعبك أو تاخدك لبره الملعب. أكيد
في الحلقات اللي جايه وفي البرامج اللي جايه اكيد هيكون في تفاصيل اكتر، ولكن النهارده انا مش حابب اذكر بعض اللي اتكتب على السوشيال ميديا، لكن الجمله الاساسيه النادي الاهلي بينجح في اطار عقد الرعايه الجديد، بيقدم مستويات متميزه جدا، وعلى فكره المستويات المتميزه مش الهدف منها الامور الماليه. انتوا لو ركزتوا في السطر الاخير اللي قلته في مبادرات الهدف منها تعزيز الانتماء وفي ارث دائم لنادي القرن ودور النادي الاهلي المجتمعي، النادي الاهلي بيحاول يستغل ده قدر الامكان في التعامل مع المجتمع المصري ومع المجتمع العربي. والقوافل اللي اتحركت من القاهره ومن خلال النادي الاهلي الى الحدود المصريه الفلسطينيه احنا شفناها على مدار الفتره الماضيه، فمحدش هيزايد على وطنيه النادي الاهلي، محدش يزايد على دور النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه دور مجتمعي مهم جدا. يا جماعه الحاجه الايجابيه الوحيده اللي المؤسسه الرياضيه النادي الاهلي بيقدمها في المجتمع المصري والمجتمع العربي، ارجوكم يا جماعه لو ليكم انتماءات ثانيه ما تلعبوش في المنطقه دي، لان المنطقه دي هتاخدنا في سكه بعيد عن سكه الملعب، وبرده مش هتبوظوا الاحتفاليه اللي احنا شايفينها النهارده. مش هتبوظوا الاحتفاليه، لان خدوا بالكم كمان المشهد ده مش مشهد بيخص النادي الاهلي بس، ده مشهد بيخص الرياضه المصريه والمجتمع المصري بشكل عام. مشهد بيعبر عن الاهداف التسويقيه والرياضيه اللي ممكن تقدمها الرياضه المصريه للمجتمعات خلال الفتره اللي جايه. خدوا بالكم انت ما عندكش راي واحد، عندك واحد واثنين وثلاثه وخمسه وعشره. مش بتكلم على التيشيرت بس، ولا بتكلم على اعلانات الملعب بس، ولا بتكلم على اعلانات ملعب التدريب بس في مختار التتش في الجزيره، ولا بتكلم على الاعلانات اللي موجوده على البيجات وعلى المنصات الرسميه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيشتغل بما هو يخدم الرياضه المصريه في المقام الاول، لان التعاقدات دي على فكره ما بتجيش كده للهوى، في اجراءات ليها، وانت بتخضع في النهايه لعمل مؤسسي لازم بتتم من خلالها، والتوقيتات اللي تمت من خلالها اكيد الناس فاهمه التوقيتات دي كانت بعيده تماما عن البعض دلوقتي بيحاول يصدر صوره سلبيه بشكل تاني. النادي الاهلي ماشي في سكته. شركه الكوره النهارده على فكره، ودي خطوه مهمه جدا عايز اتكلم عليها، بس للاسف البعض بيحاول يشغلنا بتفاصيل فرعيه وبعض الجماهير بتحاول ترد على ده، فبنحاول نوضح لكم الصوره. قدامكم النهارده مجلس اداره النادي الاهلي من خلال تواجد الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الاداره، كان متواجد ايضا باقي اعضاء مجلس الاداره. النهارده شركه الكوره هي الممثله في توقيع هذا التعاقد بتواجد المهندس عادل القيعي رئيس مجلس اداره شركه الكوره، وبتواجد الاستاذ امير توفيق او الكابتن امير توفيق المدير التنفيذي لشركه الكوره، بيوقع نيابه عن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ان خلاص في مرحله دلوقتي في نقله نوعيه داخل النادي الاهلي ما بين اداره النادي مع الشركات التي تدير قطاعات مختلفه داخل النادي. شركه الكوره اصبحت دلوقتي هي المسؤوله عن قطاعات عديده داخل قطاع الكوره في النادي الاهلي. التعاقدات الاعلانيه والاعلاميه اللي بتتم في الفتره اللي جايه بيكون شركه الكوره ممثله بنسبه كبيره. النهارده احنا في نقله نوعيه في مساله توقيع العقود، مش مجلس اداره فقط، انت كمان عندك قطاعات مختلفه من خلال شركات بتادي دور خدمي مهم جدا في كافه القطاعات داخل النادي الاهلي. هات لي مؤسسه بتقدم ده، هات لي مؤسسه اقتصاديه بالشكل ده، هات لي مؤسسه رياضيه بتقدم ده، هات لي مؤسسه مجتمعيه ليها دور في الوطن العربي قبل المجتمع المصري على مدار التاريخ مش من النهارده بس. هنروح بعيد ليه يا جماعه؟ صفقه وسام بو علي اتقدمت ازاي؟ صفقه وسام بو علي المهاجم الفلسطيني اتقدمت ازاي؟ الشهداء اللي استشهدوا في غزه، عدد كبير جدا من الشهداء اللي توفوا كانوا بتيشيرت النادي الاهلي. المنازل اللي تم هدمها من الكيان الصهيوني كان اصلا على اعلام المنازل اعلام النادي الاهلي. بلاش مزايده وبلاش اللعب في السكه دي، لانها مش بتخص النادي الاهلي بس، ده بتخص المجتمع المصري. فارجوكم خلونا نتكلم داخل اطار الملعب، بلاش حد ياخدنا بره الملعب.